الفريق الوطني المغربي يتابع الحلم في ملاعب قطر، والجمهور المغربي في المدن المغربية يتابع الحلم عبر الشاشات، ابتداء من شاشات الهاتف الصغيرة مرورا بشاشات التلفاز في البيوت والمقاهي إلى الشاشات العملاقة التي نصبت لهذه المناسبة في بعض الأماكن العامة. أجواء المقهى تحاكي أجواء الملعب، بالهتافات، بالأهازيج، بالدعاء، وبعد انتهاء المباراة بأصواتها الإضافية وضربات الترجيح انطلقت الاحتفالات عفوية بالشارع. الشباب يصعدون فوق السيارات، يرقصون ويلوحون بالأعلام. الكل فرح ومسرور، إنجاز تاريخي غير مسبوق ليكتب المغرب اسمه كأول بلد عربي يصل إلى ربع كأس العالم، ويضرب موعدا في مباراة الربع ليلاقي إما البرتغال أو سويسرا. نتمنى التوفيق.